يمكن واحدة من أعظم الأحلام اللي بيحلم بيها البشر إنهم يوماً ما يقدروا يسافروا في الفضاء ويوصلوا لكواكب تانية بعيدة صالحة للحياة خارج مجموعتنا الشمسية أو حتى خارج مجرتنا بالكامل. ولكن دايماً في حاجز بيننا وبين تحقيق الحلم ده، وده لأن السفر في المساحات الشاسعة في الفضاء بيتطلب السفر بسرعات عالية جداً. لأن على سبيل المثال أقرب كوكب موجود في المنطقة الصالحة للحياة خارج مجموعتنا الشمسية هو بروكسيما سنتوري بي، موجود على بعد 4 سنين ضوئية مننا. يعني علشان نقدر نروح له لو كنا راكبين مركبة فضاء بتمشي بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية هنوصل بعد 4 سنين. والمشكلة بقى أن حتى الوصول لسرعة الضوء طول عمره من المحرمات في الفيزياء، زي ما أينشتاين أثبت في نظرية النسبية الخاصة لما قال إن مستحيل أي جسم ليه كتلة يقدر يوصل لسرعة الضوء، وإن الجسيمات اللي بيتكون منها الضوء اللي هي الفوتونات هي الشيء الوحيد القادر على إنه يوصل للسرعة القصوى المسموح بها في الكون. وده لأن كل ما سرعة الجسم بتزيد كل ما كتلته هي كمان بتزيد، ولو الجسم وصلت سرعته لسرعة الضوء بتصبح كتلته لا نهائية، وساعتها هيحتاج لطاقة لا نهائية علشان تقدر تحركه. وطبعا ده شيء طول عمره مستحيل، ولكن أنا النهاردة جاي أحكي لك على فكرة محرك لمركبة فضائية تقدر تخلينا نسافر في الفضاء بسرعة الضوء ومن غير ما نحتاج لوقود صواريخ أصلا، وبطريقة غريبة وبرة الصندوق تماما. طيب إزاي ده بقى ممكن يحصل؟ هو ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه، فأنا عايزك تربط حزامك وتستعد علشان أحكي لك على الميجا درايف أو محرك ميجا اللي هيمكننا من السفر بسرعة الضوء. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الطموح البشري كان دايما بيدفعنا على تحقيق المستحيل، علشان كده محاولة الوصول لسرعة الضوء فضلت تحت الاختبار، وعلماء كتير جدا كانوا بيحاولوا يوصلوا لطرق مبتكرة علشان يوصلوا لسرعة الضوء او يتخطوها. ومن ضمن العلماء دول عالم فيزيائي عبقري قدر اخيرا يوصل لفكرة خلته قادر على ابتكار محرك لسفينة فضاء يقدر يمشيها بسرعة الضوء من غير ما يحتاج وقود من الأساس والفترة طويلة جدا من الزمن. ومحدش كان متخيل ان الحلم ده ممكن يتحقق فعلا لحد ما جه العالم العظيم اللي هنتكلم عنه ده. العالم ده يا سيدي اسمه جيم وودوارد، وده أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة كاليفورنيا، وهو في الواقع بقاله أكتر من 30 سنة شغال على الفكرة الثورية بتاعته اللي هنحكي عنها حالا. ولكن في الأول خليني أقولك إن الراجل ده حالياً عمره 82 سنة، وإنه في فترة من حياته جاله سرطان في الرئة وفضل يتعالج منه لحد ما خف بعد ما دخل في علاج تجريبي غريب ما كانش حد متوقعه، وبرغم كده رجع له تاني وبتعالج منه حالياً. وده ما وقفوش عن الشغل على فكرته، والفكرة العظيمة اللي شغال عليها طول السنين دي هي إنه هيستعمل تأثير غريب ابتكره أينشتاين كجزء من نظرية النسبية العامة اسمه مبدأ مخ، في انه يوصل لسرعة الضوء باستعمال قدر بسيط جدا من الطاقة الكهربية. طيب واحدة واحدة بس كده، هو ايه مبدأ مخ ده؟ المبدأ ده يا صديقي استلهمه اينشتاين من فيزيائي شهير كان عايش في القرن ال19 اسمه ارنست مخ، وهو بيتكلم باختصار عن حاجة في الفيزياء اسمها الانيرشيا او القصور الذاتي. والقصور الذاتي ده هو مصطلح فيزيائي، واللي بيقول ان الجسم الساكن بيفضل ساكن والجسم المتحرك بيفضل متحرك طول ما مفيش أي قوة خارجية بتأثر عليهم. يعني الأجسام ما بتتغيرش من سكونها أو حركتها غير لو في مؤثر خارجي هو اللي أثر عليها. علشان كده الأجسام اللي بتتحرك في الفضاء زي الكواكب والنجوم أو حتى مركبات الفضاء بتفضل تتحرك بشكل مستمر طول ما مفيش قوة تانية بتأثر عليها. والتفسير ده جاي من الأساسيات الرياضية اللي وضعها العالم إسحاق نيوتن في قانونه الأول في الحركة في الفيزياء الكلاسيكية من زمن طويل. المهم ان العالم ارنست مخ ده بقى جه وقالك ان القصور الذاتي ده في الواقع بينتج من حاجه اسمها الجرافيتيشنال انتراكشنز او تفاعلات الجاذبيه ما بين كل الاجسام الموجوده في الكون مع بعضها. يعني حركه النجوم البعيده بتعمل تاثير قصور ذاتي على المقاومه اللي بتقاومها كل الاجسام الموجوده على الارض بما فيهم الكارت اللي حضرتك بتزقه في السوبر ماركت. طيب ثانيه بقى، علشان الكلام ده كبير قوي ومش فاهم منه اي حاجه. بص يا سيدي، لو عاوز تفهم الموضوع ممكن تتخيله بمثال بسيط. تخيل ان كل الفضاء ده عامل زي حمام السباحة،
وجيت انت حطيت كرة في حمام السباحة ده وكانت ثابتة ما بتتحركش، وقمت جايب كرة تانية وحطيتها في المية وبدأت تتحركها، فهتلاحظ ان المية بدأ يحصل فيها تموجات بسبب حركة الكرة، والتموجات دي وصلت للكرة الثابتة وحركتها هي كمان. اهو ده نفس اللي بيحصل في الفضاء بالظبط. الكون كله بيتكون من سبيس تايم فابريك او نسيج الزمكان، واللي بيحصل فيه برضو نفس التموجات دي بالظبط. يعني حركة الاجسام السماوية الضخمة زي الكواكب والنجوم والمجرات بتأثر في نسيج الكون نفسه، وبتسبب تأثيرات القصور الذاتي اللي احنا كبشر بنشوفها في كل مكان في الكون. كأن الكون كله عبارة عن حوض مية في كور بتتحرك وكلها بتأثر على بعضها. اينشتاين بقى كان منبهر جدا بالفكرة دي وحطها في نظريته الاشهر في التاريخ اللي هي النسبية، وقالك ان لما طاقة اي جسم بتتغير فالكتلة بتاعت الجسم دي هي كمان بتتغير، وده اللي صاغه في المعادلة الشهيرة بتاعته E=mc². والفكرة ان تغيير كتلة وطاقة الاجسام ده بيسبب تغيير في شكل نسيج الكون كله حواليها. فبناء بقى على الكلام اللي فات ده، جيم وودورد قالك انه باستعمال تأثير ماخ ده هيقدر يصمم محرك لسفينة فضائية بتمشي بسرعة الضوء بطريقة غريبة شوية. طيب ايه بقى الطريقة دي؟ شوف يا صديقي، الراجل ده قالك انه هيستغل تأثير ماخ ده ومعاه قانون القصور الذاتي والتسارع الحركي بتاع نيوتن في انه يصنع حركة صغيرة في المحرك بتاعه بدون استعمال اي وقود صواريخ على الاطلاق، وكل اللي هيحتاجه هو انه مجرد هيجيب كريستالات صغيرة جدا بيسميها بايزو الكتريك كريستالز او بلورات كهروضغطية، ودي عبارة عن اجهزة كهروميكانيكية، يعني لما بتمشي فيها تيار كهربي وبيتطبق عليها جهد بتبدأ تتمدد وتتقلص ميكانيكيا على حسب مقدار الجهد اللي بتطبقه عليها، والكلام ده بينتج عنه تسارع بسبب التغيير اللي بيحصل في ابعاد المحرك. وبسبب التأثيرات الكهروميكانيكية دي وعن طريق ضبط توقيت تقلبات الطاقة والتذبذبات الميكانيكية بشكل صحيح عن طريق استخدام ترددين معينين بينتج الدفع بالفعل، واللي بيأثر على حركة نسيج الزمكان نفسه. يعني ببساطة كده البايزو إلكتريك كريستالز دي لما بتتعرض للقدر المناسب من التيار الكهربي بتفضل تتغير طاقتها وكتلتها مع بعض بشكل مستمر، وبسبب ده فبتبدأ تتمدد وتنكمش وبالتالي بتتحرك، والحركة بتكون حركة ضئيلة جدا ولكن بتبدأ تزيد مع الوقت لحد ما بتوصل لسرعة الضوء. ولو لسه مش قادر تستوعب الفكرة خلينا اديلك مثال هيبسط لك الموضوع أكتر. الفكرة أشبه بمحرك ماشي في البحر واللي راكبه بيقدف في المية علشان المركب يتحرك لقدام. هالكريستالات دي هتبقى عاملة زي المقاديف دي بالظبط، هتقعد تتمدد وتنكمش وطاقتها وكتلتها تزيد وتقل، ولكن مش مرة ولا اتنين، لأ دي هتزيد وتقل آلاف المرات في الثانية الواحدة. وكنتيجة لده فالمحرك هيخلي السفينة الفضائية تتحرك كأنك بتقدف بالمركب بالظبط، لكن بعدها هتبدأ الحركة تتسارع وتزيد بشكل مدهش. وبسبب كون الفضاء هو عبارة عن فراغ وما فيهوش أي حاجة تعمل قوة احتكاك على المركبة الفضائية وتأثر عليها، فالسرعة هتفضل تزيد مع الوقت لحد ما في وقت قصير هتوصل لسرعة الضوء. وعارف المبهر في الموضوع ده كله إيه؟ هو إن المحرك ده حتى مش هيحتاج وقود أصلاً، وكل اللي هيحتاجه هو شوية تيار كهربي سهل جداً إن يتم توفيره في أي مركبة فضاء بمفاعل نووي صغير في حجم أوضة صغيرة يتبني جوه المركبة علشان يوفر تيار كهربي مستمر ويفضل شغال لعشرات السنين، لان فكرة عمل المحرك ده هتحتاج لقدر ضئيل جدا من الكهرباء. انت متخيل عظمة الفكرة وقد ايه هي ممكن تغير شكل الحضارة البشرية وتفتح الطريق قدام البشر لاستيطان الكواكب التانية ونبدأ عصر فضاء جديد حرفيا. والمحرك اللي هو شغال عليه حاليا ده اسمه ميجا، وهو اختصار من جملة ماخ افكت جرافيتيشنال اسيست، وهو خد بالفعل كذا منحة من وكالة ناسا القومية الأمريكية لأبحاث الفضاء لأنهم شايفين أن الفكرة مذهلة وواعدة جدا. وأول منحة كانت ب$100,000 والتانية أخدها في سنة 2019 وكانت $500,000، وبالفعل نتائج المحرك الاختبارية عمالة تتحسن وتتحسن، والحركة عمالة كل شوية تبان بشكل ملحوظ أكتر، والجهاز من الواضح أنه بيسبب حركة تقدر بمليمترات صغيرة، ولكن مع الوقت معدل الحركة دي هيعلى وهيزيد، والتيار الكهربي المستمر هيخلي الحركة تتسارع لحد ما توصل لسرعة الضوء. وطبعا الموضوع وفكرة تصميم المحرك معقد جدا وفيه تفاصيل علمية وفيزيائية كتير، انا بس حبيت اديلك فكرة عامة عن فكرة عمله. ولكن المهم ان بالفعل جيم وودوارد هو وصديقه اللي بيتعاون معاه في المشروع هالفيرن صمموا مركبة شكلها غريب اسمها SSI لامدا، وجواها اكتر من 1500 محرك ميجا صغير، ومنتظرين علشان يجربوها قريب في المدار بتاع كوكب الأرض ويشوفوا مدى فعاليتها. وغير كده كمان فالمشروع بتاعهم راح لعلماء فيزياء تطبيقية علشان يعملوا عليه تجارب
ويتأكدوا من مدى كفاءته وفعاليته، وهل هو فعلا بيعمل اللي بيقوله ولا لأ. وبتعمل عليه حاليا عشرات الأوراق العلمية اللي بتناقش مدى إمكانية تنفيذ فكرته، ولو ده حصل فدي هتبقى نقلة حقيقية في تاريخ تكنولوجيا الفضاء، نقلة لازم هتفكرك بالنقلة اللي حصلت لما تم اختراع العربيات والقطارات البخارية كده بالظبط. والنقلة دي هتدخلنا في عصر جديد ما كناش نحلم بيه، عصر يقدر فيه رائد فضاء بمركبة واحدة من غير وقود أصلا أنه يوصل لنظام شمسي تاني في سنين قليلة وخلال فترة حياتي وحياتك. وهي دي عظمة علم الفيزياء اللي ملوش حدود. أنا كده خلصت، وأتمنى تكون الحلقة عجبتك، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن. ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه، دوس على زرار السوبر ثانكس على شكل قلب تحت الفيديو، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.